هادشي اللي نهضر عليه في هاد لا فيديو شي حاجه اللي طرات شي حاجه حقيقيه شي حاجه اللي وقعت لينا ومازال ما كنرياليزي هادشي اللي غنهضر لكم عليه بورتون غادي نهضر على شي حوايج اللي ما عمرني كنت كنتخيل راسي غادي يوقعوا ليا ما عمرني كنت كنتخيل ندير اون فيديو اللي غادي تهضر على هادشي اللي نهضر لكم عليه دابا وما عمرني كنت كنتخيل اني نبارطاجي معكم شي حاجه اخرى من غير لا بوزيتيفيتي ديالنا وليدات وقع لينا هادشي في الطريق الغوتور ديالنا من روسيا وما عمرني كنت كنتخيلوا انه غادي يوقع سختو 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 الطريقة اللي وقع بها هادشي خصو يتقال وغنعاودو لكم كامل صباح الخير عليكم هادي 9 ديال الصباح يلاه شكرا لكم انا ناسي دونك جو سي كان اباري فوتو ديالنا البلاد ما عرفتش من تا واحد باسبور حتى هو مشى طالع لي الدم انا اللي شفروني بوحدي داو لي جوج سيكان لا عالي داو لي صافي فين هنا صافي صافي ديال سبورتو كاملين تالو حق الله اللي كنحطو تما صافي ما تخلف لي سبورتو كاملين عالي داو لي صافي كان داو لي جوج سيكان لاباري فوتو شي لعيبات اخرين مازال خصنا نمشيو داو فلوس من اللي هزو الاوراق باغو تحطوهم داو تقريبا كلشي المهم Apparemment, qui gazait ou normalement que vous le mettez le camping-car, mais avec il y a tellement de cas que. Brille, Nash le Saadi le trek. La Snaïla, ça a été une opéra ou la tête de soi ou maître. D'abord, je suis la gendarmerie, Inch'Allah, je vais déposer une plainte. Et je suis allé à tel poste pour d'y aller. Et je suis allé. 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 يلا الساعه تقريبا باش نوصلوا لهاد البلاصه فين كاين البوست على جوندارمي نقدروا نديروا لا بلان ديالنا شوفوا على الله واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش يلا ما عرفتش ما فهمت والله ما فهمت الوليدات ما فهمتش كي طراش كون كنتو معايا راه عارف ما يطرا والو ولكن بقيت بوحدي ما عرفتش كيفاش يقد يدخل من هنا ويجي هنا وياخذ لاباري فوتو اللي كان هنا وياخذ الساك وانا ناعس هنا ما فهمناش المهم تشفرنا من الاخر تشفرنا داروها فينا واش خدمونا ما خدموناش انا كنقول خدمونا واقيلا تخدمنا تخدمنا سي تادي غرا تبعونا شافونا كوش عيانين ما عيانينش عرفونا امتى ناسنا تخدمنا سيغمون تخدمنا حيت ما يمكنش بنادم يدخل بواحد الباب هذا او ميم طون كتقول الحمد لله اللي ما فقتيش تقد تفيق الله يسر تولي ما يوم تولي الله يسر حتى ما يمكنش بنادم جاي داخل كومبين كار داخل نسي داخل حتى الكومبين كار داخل وما دايرش الاحتياطات ديالو ولا هز مع الله يسر شي حاجه صافي بارتي دو لافونتور صافي بارتي دو فواياج صافي بارتي دو كومبين كار صافي بارتي دو الراحه والاستراحه وصافي بارتي دو السوغان والعيا وصافي بارتي دو بوكو تشوز تفرنا اللي بقى فيا الحال والله من هذا الشيء كامل والله العظيم الا شوف ماشي لي كارت ميموار ماشي الحوايج ماشي ديسك دور والله العظيم الوليدات الا شوف بارمي لي ميور فلوغ اللي درنا في الطريق بارمي لي ميور فلوغ اللي درنا ونعاودها نقولها لكم بوغ ياسين سي لو ميور فلوغ عاد تي داس واحد الطريق واعره وطراو بزاف د الحوايج
والو فلوغ اللي ما كانش عندي الوقت بالليل انا اللي نترانسميتي جوست لي فيشي. ايوا ما فيها بس ما فيها بس. المهم ما داوش لنا واحد الحاجه ديالنا هي المهم. هاو العربي ديالنا ما داوش خلاو لينا. اذا دابا كنفكر الله يسركم من هادشي اللي وقع الله يسركم كاملين. ومن طون كنقول دابا تشفرت انا واش تشفرنا كاملين ولا لا. هادشي كنفكر فيه انا ما بغيتكمش تشفروا كاملين ولكن هاد المره غنقول تشفرت غير بوحدي حيت ما مزيانش تشفروا كاملين. لا لا شحال صعيب شحال صعيب شحال صعيب. بقات فيا الكاميرا بقى فيا كلشي خداو لي كلشي خداو لي. شوف وليدات انا كنهضر معاكم دابا كيجيب لكم الله راه تشفرات هادشي لعيب والله حتى داو لي كلشي 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 في سبيل الله وفي سبيل المنتخب الوطني وفي سبيل المغاربه كاملين حنا تشفرنا اليوم. ولكن حنا ناشطين علاش؟ جوز زيرو كوت ديفوار ضربناهم هادشي اللي كاين. دعيو معنا الوليدات. الحياه عباره على دي مومون زوينين دي مومون خايبين دي مومون كبار دي مومون صغار دي مومون اللي نعقلوا عليهم دوت مومون ما نعقلوش عليهم. وهادشي كامل اللي كتجمعوا هو اللي كيعطي الحياه ديال كل واحد فينا ديال داكشي اللي كيعيش. واكثريه ديال الوقت عندنا كنتحكموا في دوك لي مومون ديالنا ولكن في بعض الاحيان كيوقعوا شي حاجات خايبين ودوك الحوايج خايبين ما كنقدروش نكونتروليهم بحال هادشي اللي وقع لي انا اليوم. كاع الاحتياطات تقريبا كانوا موخودين كومبينكار مسدود كاع البيبان كلشي مسدود وما عمرك كتخيل ان شي واحد غيدخل حتى الكومبينكار وياخذ لك داكشي ديالك من الداخل ويخرج بلا ما تدي بلا ما تجي. صعيبه هادي تقد تقول ويلي ما فقتيش ويلي ويلي واخا تكون ما عرف شنو ولكن عرفتي مع العيا ديال الطريق راه تقريبا 12 حتى 13 ساعه ديال الطريق والكاو جبنا الكاو ديال بصح وكتنعس ديك النعسه ديال ما غتفيقش. الا بغيتي تكون عندك واحد الحياه اللي هي فيها بزاف لي زيكسبيرونس فيها بزاف لي زافونتور فيها بزاف ديال لابرونتيساج راه بزمنك تاكسبتي بحال هاد لي مومون اللي انا كنتيق بهاد لي مومون الخايبين انهم كيعلموك بزاف د الحوايج وكثر بزاف من لي مومون زوينين دون لو سونس. واخا خدينا احتياطات كان يمكننا ناخذ احتياطات واحده اخرى باغ اكزومبل تمشي للكامبينغ واحد اخر اونكور بلو سيكوريزي شي بلاصه اللي تكون فيها الكاميرا ايتترا ايتترا. المهم جاو في واحد لا فيبليس في واحد لو مومون اللي كنا ناعسين فيه تري تري بروفونديمون با المكتب هو هذا. هادشي اللي وقع خلاني نفكر فيكم بزاف الوليدات فريمون كن لي طراو كنفكر 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 في لي فيديو كيفاش غنقول لكم كيفاش غنهضر معكم كيفاش غادي نواجه هاد لا سيتوياسيون اللي الحمد لله واجهتها بكل صراحه. زعما خاصه في تري تري مال كتبقى فيك واحد الشمته واجهتها مزيان الحمد لله وخضع عليا كلشي 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 كلشي. دي فوا كيقد يضيع عليك شي حوايج يبقاو لك شي حوايج انا ضاع عليا كلشي. هذوك السي كان فيهم دو غون ديسك دور لي فيهم كاع لي زيكسبيريونس ديال حياتي كامله مشاو جو برو مشات اباري صغير مشاو بزاف بزاف د الحوايج. ساك الاخر حتى هو كان فيه بزاف د الحوايج من الهضره ديالنا زوينين حتى هما مشاو. بغيف صافي تري تري مال ان يمشي ليك داكشي كامل ولكن والله ما نكذب عليكم داكشي صافي دو ماتيريال الا مشى راه ان شاء الله يرجع نهار اخر. ولكن الحاجه اللي ضراتني بزاف هو داك الكونتينو ديال الفلوغ ديال داك النهار اللي كنت غندير. كنا طحنا اون بان وكنا فينالمون لقينا فين نديرو ليسونس انستغرام راه كنت هضرت على هذا الشيء بقات لينا كيلكو كيلومتر قبل ما نطيح اون بان عاوتاني اون دوزيام فوا في النهار. تلاقيت واحد العائله زوينه 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 واعره بزاف فيرونا هما كتشوفهم دابا. تلاقيت واحد السيد عزيز حتى هو كان في الطريق مغربي في الطاليان ما بعيدش على ميلانو هو اللي وقف مسكين وعاوننا الطوموبيل باش تقاد لا بروميير فوا. بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج طراو كنت باغي 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 نبارطاجي معكم داك الفلوغ مي ما مكتبش. بقينا بوزيتيف بزاف الحمد لله اللي ما جات في الصحه كما كنقولوا باسكو داك الوقت اللي دخلوا فيه الشفاره الكومبين كار كتقول الا فقتي تقدر الله يسر شي حاجه اونكور بيغ دونك سكي في كتقول الحمد لله. على كل حال الحمد لله صحيحه اون فورما الوليدات ومازال غادي نبلبلوا ان شاء الله غادي نبلبلوا باسكو هادشي اللي طرا غادي رجعنا اونكور بلو بلو فور بلو فور انستوبابل الوليدات انستوبابل. سمحوا لي بزاف الا خبيت عليكم هادشي واحد 3 ايام اللي بقينا في برشلون ولكن خبيتو بوغ دي ريزون بتيت بيرسونيل بيسكو الوالد والوالده ما بغيتهمش يعرفوا هادي اول حاجه باسكو يتخلعوا عليك وثاني حاجه الوليدات انتم غادي تخلعوا دونك جي بريفير ان يطرا هادشي ونعاودوا لكم اون فوا ان شاء الله ندخلوا لكازا
الحمد لله المكاتب مكاتب يفو اكسبتي هذا هو القدر او ميم طون كاينه الايه القرانيه اللي كتقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون هاد الايه كتفسر كلشي بزاف لا بوزيتيفيتي الحمد لله اونطوري بايات بحال هكا راه سي لا فورس دو موند اللي كتكون معاك مرحبا بكم واحد الفلوغ لي تري سبيسيال مع طائسو حضوا راسكم الوليدات ديما بوت جود فيرست اي حاجه طرات الا ان شاء الله يكون عندها الحل ديالها الا وتقاد خذوا الاحتياطات ديالكم اللي كتسافروا راه الهدف من هادشي كامل ديال انني كنبارطاجي معكم هو بنادم يستافد من هادشي اللي كيطرى لينا يحضر راسو مزيان وخا تحضر راسك ديما حضر راسك اونكور بلوس اون توكا وليدات كنحبكم كنموت عليكم الحمد لله على سلامتنا ما طراش غيان دو مال الحمد لله المورال طالع دخلوا كازا ان شاء الله نرسيو الامور نقادو عاوتاني الماتيريال شويه بشويه با ونأتاكيو عاوتاني ان شاء الله تصيف كاملين كنبغيكم كنموت عليكم الله يخلي لكم والديكم الله يخليكم كيما نتوما ويسخطو سخطو كيما كنقولوا كاملين الله يخلي لكم الصحيحة ديالكم يا كلشي الوليدات ما تنساوش الله يخليكم ليا وليدات تشو 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 با كي ديما تشو با 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 تشوز